يو السلام عليكم، معكم سيراي ونرجو افضل قناه نصائح عربيه لعبه فورتنايت. بالنسبه لاي واحد جديد في قناتي اقدم فيها نصائح لعبه فورتنايت عشان تطور وتنقل لعبك للمستوى الثاني، غير اني اشرح اي تحدي ينزل في اللعبه واخبار وتحريات. لذا لو انك جديد فالامر باشتراكك وتفعيلك الجرس عشان ما تفوت مقطع اليوم. قررت اسوي بعد طلب من المتابعين منكم انتم اني اشرح طريقه الطيران بالدراجه. الطريقه سهله كثير والمقطع ما بيطول ابدا. الطيران بالدراجة اعتبره واحد من افضل طرق التنقل في فورتنايت، لانه اولا احترافي وثانيا مرة سريع، واخيرا يوديك مسافات بعيدة على كيفك. يعني تقدر تقطع الخريطة كاملة من يمينها ليسارها وانت بالجو لو قدرت تتقن الحركة صح. وخلونا نبدأ. اول شيء لازم تحطه في بالك انه لازم يكون معك الدراجة. طبعا الدراجات تلاقيها بنسبة 50% في اللعبة، وقدامكم اماكن تواجد الدراجات. انصحك تحفظ المناطق لانها بتفيدك كثير، خصوصا لو انك تلعب عشان تفوز. اول شيء لازم تسويه بعد انك تلاقي دراجة هو انك تبني سلمين باتجاه المكان اللي تريد تروح له، سلمين او اكثر، بس الافضل سلمين عشان ما حد يطيح بنائك. وبعد ما تسوي هالشيء استنى البوست عشان يتعبى، وبعدها امشي بالدراجة من فوق السلم. وقبل ما تضغط التيربو ضبط الزاوية، أهم شيء عشان تضبط الحركة الطيران هو الزاوية. ترى العملية كلها عبارة عن شيئين، زاوية وتيربو، بس كذا. لو ضبطت الزاوية وضبطت ضغطك للبوست فأنت كذا ضبطت الحركة. لازم تعرف أنك لما تضغط التيربو أو البوست وهو النار اللي يطلع من الدراجة، فلازم تضغط ضغطة واحدة على الإكس أو على المسطرة. يعني لا تخلي كل البوست يطلع، أضغط ضغطة واحدة بس والبوست بيطلع لين النص، وهو الشيء اللي نريده. طيب وبالنسبة للزاوية، في هذه الكاميرا قدامكم من زاوية أوضح، ومثل ما تشوفوا قبل ما اضغط على البوست مقدمة الدراجة تكون بين الجهة اللي فوق والجهة اليسار، يعني زاوية 45 تقريبا. لما تكون على هذه الزاوية اضغط على البوست، وبعدها ظل تحرك لفوق، ارفع الدراجة لفوق، وقبل ما يتعبى البوست الثاني ارجع وكرر نفس الشيء. زاوية 45 بوست تحرك لفوق وكرر، زاوية 45 بوست تحرك لفوق وشكرا. هذا كل شيء اعرف عن حركة الدراجة، وهذا هو الشيء اللي اسويه عشان اضبط الحركة. وعلى فكرة انصحك واكد لك انك بتحتاج تروح لبلاي جراوند وتجرب الحركة اكثر من مرة هناك. لا تقول بجربها في الجيم، لان احيانا بتحتاج انك تكرر الحركة كم مرة عشان تتقنها صح. ما بتحتاج الا 5 دقائق ممكن او 10 بالكثير، بس صدق ان الحركة كثير مفيدة وراح تنفعك جدا في اللعبة. وان شاء الله ما كنت نسيت اي شيء، وان شاء الله ما تنسى زر اللايك لو عجبك المقطع، ولو ما شاركت فنمنا بالشراكة وتفعيلك للجرس ومر على باقي المقاطع. واللي حاب يدعم نصائح القناة تقدر تحط كود المجال سيو عندكم اللي هو 3 أحرف بس SEO، واي واحد حط الكود شكر خاص مباشرة لك لانك صراحة اسطورة. ديم اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.